مع مرور الساعات والدقائق ترتفع أعداد الضحايا وتتضاءل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض. أكثر من 2100 قتيل ونحو 2400 جريح حصيلة مرشحة للارتفاع. هكذا يبدو المشهد في عدد من قرى ومدن المغرب بعد الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة والذي بلغت قوته 7 درجات على سلم ريشتر. الزلزال الذي سجل على بعد 70 كيلومترا جنوب غربي مدينة مراكش يعد أعنف زلزال يتم تسجيله في المغرب على الإطلاق. مدن وقرى سويت بالأرض ولم يتبق منها سوى صور الدمار والخراب. مراكش المدينة الأقرب لمركز الزلزال كانت الأكثر تضررا وشهدت انهيار عدد كبير من المباني والممتلكات، وهو ما دفع السكان للفرار والبحث عن مناطق أكثر أمنا، خاصة وأن الهزات الارتدادية التي يمكنها أن تستمر عدة أيام قد تدمر ما تبقى من المنازل والمباني. وفي وقت تشهد المستشفيات في عدد من المناطق المتضررة تدفقا كبيرا للمصابين، تتواصل جهود الإغاثة لمحاولة العثور على ناجين تحت الأنقاض.